ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. ونحن نقول كما قال الحافظ: راجعوا مبسوطات هذه القضايا، لأن الوقت لا يسعفنا لبيانها، فمن أراد أن يتعلم ويتفهم فيرجع إلى النزهة شرح النخبة للحافظ بن حجر، أو يجلس عند الشيخ ناصر يشرح له ويمثل له بهذه الأمثال شيئا فشيئا، والله أعلم. ونجيزكم بسماع هذه أو هذا المختصر شرح نخبة الفكرة للحافظ بن حجر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله عنا هذا الشيخ على هذا المجلس الطيب المبارك، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، والشكر موصول للأحبة لحضور طلبة العلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يحفظ لهذه البلاد عقيدتها وأمنها واستقرارها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.